بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة في المحاضرة دي هتكلم عن الـ Penumbra Definition، تعريف منطقة شبه الظل للـ High Energy Photon Beams. معاكم محمد علي مرسي، فيزيائي طبي علاج إشعاع من مصر أم الدنيا. إيه بقى إيه تعريف الـ Penumbra؟ الـ Penumbra هي المنطقة اللي موجودة على جنب الـ Edge بتاعة البيم راديشن بيم، بتتميز لها الكاركترستيك بتاعتها ان الدوز ريت بتاعتها او الدوز بتتغير بسرعه قوي. من الـ الـ لو احنا اتحركنا جانبيا كده من السنترال اكسس بتاع البيم، يعني المنطقه اللي هي جنب الاتش بيم دي اللي هي فيها اللي هي الزرقاء دي بنسميها البلومبر. كل ما نتحرك جانبيا على جانبين يعني من السنترال اكسس بتاع البيم، كل ما يتم تكوين بقى اللي هو ايه البنمبر اللي هو بيكون فيها الدوز او الدوز ريت بيتغير بسرعة قوي. مجموعة يعني عندنا كذا تايب، عندنا كذا نوع من البنمبر، المجموع بتاعهم بنسميه الفيزيكال بنمبر. ازاي بنقيسها؟ بنقيسها من خلال الدوز بروفايل. الدوز بروفايل ده الكاركترستيك بتاعة الراديشن بيم لما بنقيسه في لما بنقيسه من خلال الايونيزيشن شامبر اللي بنحطها في الووتر فانتو. فنتيجة الميجرمنت دي بتدينا حاجة اسمها الدوز بروفايل. الدوز بروفايل ده بيدينا كاركترستيك للحاجات زي الفلاتنس والسيمتري والايه والبنمبرا للانرجي اللي احنا بنقيسها دي، تمام. فده تعريف الدوز بروفايل اللي هو الشكل ده، تمام. طيب قال لك ان الديستانس الموجوده بين البوينتس 20 و80% من الايزوتيس كيرف على الدي ماكس هي دي بتمثل البنمبر بتاعتنا. يعني احنا هنا لو قلنا هنا 80% وهنا 20% فالجزء اللي فيه البربل ده دي البنمبر بتاعتنا اللي هي على الدي ماكس. يبقى عندنا البنمبر كذا نوع، مجموع متسميه الفيزيكال بنمبر، ودي بنقيسها من خلال الدوز بروفايل. ان الدوز بروفايل دي الكاركترستيك بتاع الراديشن فوتون بيم للديفايند انرجي اللي احنا بنقيسها. لما بنقيسها من خلال القياس العادي اللي هو نحط انبوبه في ووتر فانتوم، فبتدينا فمن خلال الدوز بروفايل ده بيدينا الكاركترستيك بتاعه البيم بتاعنا. لو من خلاله نقيس بقى الفلاتنس والسيمتري والايه والبنمبر، فهنا في الشكل ده احنا شايفين اهو من 80 ل 20% والدبس بتاع الانتي ماكس. فكده عرفنا ايه دي منطقه شبه الظل بتاعت الايه الفوتون بيم. طيب احنا قلنا الفيزيكال بنمبر بتتكون من كذا نوع، اول نوع اسمه ترانسيميشن بنمبر، وده بينتج نتيجه مرور الراديشن من الايدج بتاعت الكولوميتر، تمام. زي ما احنا شايفين كده ادي البيم بيخرج بيمر بالاتش بتاعت الكولوميتر بتاعنا المحدد بتاعنا. فنتيجه المرور ده بيحصل فاريشن في الدوز في الاتش بتاعت البيم، تمام. فده اول تايب اللي هو الترانسيميشن بنمبر. تاني تايب هو جيومتريك بنمبر، وده ريليتد تو السايز بتاع السورس بتاع الاكس راي. فكل ما السورس يكون كبير كل ما يكون عندنا لارج جيومتريك بنمبر. يبقى احنا عندنا نوعين، قلنا اول نوع من الفيزيكال هو ترانسميشن بنمبر، ده نتيجه مرور الراديشن او البيم من الايدج بتاعت الكولوميتر. والنوع التاني هو جيومتريك بنمبر، ده نتيجه السايز بتاع السورس بتاع الاكس راي الموجود عندنا. كل ما اللارج سورس بيدينا لارج جيومتريك ايه بنمبر زي ما احنا شايفين كده، تمام. تمام. طب احنا عايزين بقى نقيس البنمبرا عمليا، يعني هنعمل كده سيت اب كده ونشوف ازاي البنمبرا بنقيسها وازاي نشوف الفاكتورز اللي بتأثر عليها. فاحنا عندنا جبنا سورس اكس راي وعندنا كولوميتر وعندنا هنحط مثلا راديوجرافيك او راديوكروميك فيلم موجود عشان يبقى ايه نعمل له اكسبوجر، تمام. تمام. السورس نفسه هنقسمه لسمول بارتس، كل بارت هنسميه بوينت سورس. يعني السورس اللي هو لونه احمر ده بدل ما هو مستطيل واحد كده هنقسمه ايه اجزاء كده، كل جزء هنسميه بوينت سورس، تمام. تمام. فاول
اول بوينت سورس عندنا ده هو الاقصى الشمال، ده هيخرج ايه بيم، فيعمل اكسبوجر للفيلم اللي عندنا. تمام، هنا بقول لك اهو الراديشن بيم فروم ذا ليفت موست بارت اوف ذا سورس ات ويل بي كونفيدنت باي ذا كوليميتور اند دارك داركنس ذا فيلم از شون. تمام، نيجي للسورس بوينت الموجود اقصى اليمين. تمام، نفس الفكره، هيروح مطلع راديشن وهيمر من خلال الكولميتر ويعمل لنا اكسبوجر الموجود في الفيلم. فبقى عندنا تعريف للايه بنمبرة على الاكسبوزد فيلم. تمام خلاص، وبقى هنكرر بقى نفس الستيبس في بقيه البوينت سورس اللي عندنا الباقيه في الايه في السورس الكبير. تمام، نتيجه لذلك حصل شادو بنمبرة اهو، الشادو ده بقى في جريديانت شادو فروم ذا اكسبوجر نو اكسبوجر تو ماكسيم اكسبوجر. خلاص، فكده كانت تجربة نقدر نقيس بيها البنمبرا بتاعتنا. تمام، وعليه ان القاعدة بتقول ان البنمبرا should be made as small as possible، لازم البنمبرا بتاعتنا تكون قليلة جدا لان هي ليها افكت احنا قلنا فيها دوز جريديانت، ما بنقدرش ايه نقيس الدوز جريدينت اللي بتحصل في المنطقه دي بيكون فيها انسرتينتي. فبالتالي كل ما تقلل كل ما هنقللها كل ما هنقلل المنطقه دي وهنقلل التشره تكون تحت المنطقه دي ان هي تاخد انوانت الدوز، يعني دوز مش مطلوبه منها، فنقلل الدوز للاورجان ات ريسك الموجوده في المنطقه دي. تمام، فبالتالي نعلم الكواليتي بتاع البلان بتاعنا. طيب احنا بقى خلاص، يبقى احنا عايزين ان البنمبرا بتاعتنا تكون اقل ما يكون، فعايزين نعمل استيميت للفاكتورز اللي هي بتاثر على البنمبرا سواء بتزودها او بتقللها. تمام، هنعمل السيت اب ده اللي احنا شايفينه. السيت اب ده عباره عن سورس سايز هنسميه اس، وهنحط السيرفس بتاعتنا او السكن بتاعنا اللي هو هيكون ممثل هنقول الفيلم، وهنكون عندنا كولوميتر طبعا، فالمسافة بين السورس للكيلومتر هنسميها سورس كيلومتر ديستانس اللي هي الاس سي دي، والمسافة بين السورس للسكان او السيرفس هنسميها الاس اس دي، وعايزين نقيس المسافة بين الكيلومتر والسيرفس هنسميها اس اس دي ناقص اس سي دي. تمام، طبقا لقانون حساب المثلثات للمثلثات المتشابهة هنقول البيس 1 القاعدة الأولى على الارتفاع الأولاني يساوي البيس 2 القاعدة التانية على الارتفاع التاني. فلو عوضنا في القانون ده بالبارامترز الموجودة عندنا في السيت اب ده هنلاقي ان اس اللي هي قاعدة اللي هي السورس سايز اللي هي قاعدة المثلث الأولاني هنحطها في هنا، والارتفاع بتاع المثلث الأولاني هو بيمثل اللي هو السورس كولوميت ديستانس هنحطه في المقام هنا، وبالنسبة للمثلث التاني اللي هو التو ده نفس الفكرة، البنمبرا القاعدة بتاعته هتبقى بي، والارتفاع بتاعه هيبقى اللي هنحطه في المقام اللي هو الاس اس دي ناقص الاس سي دي. تمام، طيب من القانون ده ساعتها هنقدر نحسب البنمبر بتاعتنا. البنمبر بتاعتنا هتبقى طرفين في وسطين، هتبقى السورس سايز في الاس اس دي ناقص الاس سي دي على الاس سي على الاس سي دي. تمام، خلاص احنا كده قدرنا نحسب البنمبر. طيب عايزين بقى نشوف الفاكتورز اللي هتأثر فيها. اول حاجه هنشوف السورس سايز، هو قال لك هنا هو احنا علاقه ايه طرديه، لو كل ما السورس سايز يزيد كل ما البنمبرا بتاعتنا هتزيد، لو احنا زودنا السورس سايز بتاعنا البنمبرا بتاعتنا هتزيد، والعكس صحيح، هنقلل السورس سايز البنمبرا ايه هتقل. فاحنا هنا مثلا لو احنا عملنا هنا زودنا زياده في السورس سايز اللي احنا شايفينه لو اللي هي متمثله باللون الاصفر ده، هنلاقي في زياده في البنمبرا ايه تحت، فكل ما نزود كل ما ايه السورس كل ما هنزود البرامبر، كل ما هنقلل السورس كل ما هنقلل ايه البرامبر. الفاكتور الثاني اللي هو الاس سي دي، كل ما هو بيزيد كل ما البرامبر تقل، والعكس صحيح، كل ما يقل كل ما البرامبر ايه تزيد. فاحنا هنا زودنا هنا المسافه الاس اس دي بتاعتنا زادت، فعليه البرامبر بتاعتنا ايه قلت. نيجي للاس اس دي من القانون هنا، الاس اس دي علاقه طرديه، هنزود الاس اس دي البنمبرا بتاعتنا ايه هتزيد، والعكس صحيح. فلو احنا عندنا
لو احنا عندنا ال SSD الاولاني اهو، فدي البنمبرة بتاعته. لو احنا زودنا ال SSD فاحنا وجدنا ان البنمبرة بتاعتنا كمان ايه، بتزيد. يبقى كده في ثلاث عوامل، الثلاث عوامل: اول سورس سايز، علاقة طردية، يزيد البنمبرة تزيد، يقل البنمبرة تقل. ال SCD علاقة عكسية، يزيد بنمبرة تقل والعكس صحيح. وال SSD اللي هو السيرفس سكين ديستانس، يزيد البنمبرة تقل، يقل البنمبرة ايه، تزيد. طيب هل البنمبرة بتتأثر بالفيلد سايز؟ عايزين نشوف نسبة، هل في تأثير للفيلد سايز على البنمبر؟ يعني هل كل ما الفيلد سايز بيزيد البنمبرة بتزيد أو بتقل؟ طيب لو احنا عملنا سيتنج تاني، فيلد سايز يكون سيتنج 1، فيلد سايز سيتنج 2، على سورس سايز اس 1، تمام. فبقى عندنا بنمبرة بي وبنمبرة ايه سلاش، أو في نقطة فوقيها، تمام. برضو من فكرة قانون المثلثات نفس الفكرة، البيس 1 على هايت 1 يساوي البيس 2 على هايت ايه 2. فلو احنا طبقنا قانون اللي هو المثلثات المتشابهة على 1 و2 و3 و4، هنجد ان الاس على الاس اس دي تساوي بي على الاس اس دي ناقص الاس سي دي. نفس الفكرة بالنسبة للمثلث 4 و3، الاس على الاس اس دي ناقص البي اللي هو البي شرطة على الاس اس دي ناقص الاس اس دي، تمام. لو احنا برضو من التعويضات المباشرة حطينا الاس في طرف وبقية البارامترز في طرف تاني، فاحنا بقى الاس بتساوي المثلث 1 و2 تساوي بي في اس اس دي على اس اس دي ناقص اس سي دي، والاس بتاعت المثلث 3 و4 اللي هي السورس سايز تساوي البي شرطة في اس اس دي على الاس اس دي ناقص الاس سي دي. فمعنى ذلك لو الاس ده مع الاس ده يبقى الاتنين دول بيساوي بعض، هنساويهم ببعض ونضرب بقى طرفين في وسطين ونعمل ونشوف الحاجات المتشابهة نكنسلها مع بعض، في الآخر هيتساوي إن البنمبرة بتاعت الفيلد سايز الأولاني بتساوي البنمبرة بتاعت الفيلد سايز التاني، وعليه فإن الفيلد سايز doesn't affect في البنمبرة. يبقى البنمبرة بتتأثر بثلاث حاجات: السورس سايز والـ SSD والـ SCD، تمام؟ يعني شكرا لحضراتكم.